أهلا مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم حنبدأ الحلقة الثانية من الويندوز 8 تونتون. اليوم حنتعلم كيف نعمل الكلاسيك ستارت منيو، نتعلم على الستار منيو القديمة، ونتعلم كيف ننزل الكلاسيك ستارت منيو. كده دخلنا على الويندوز زي ما شفنا، هذا هي الستار منيو بتاعت المايكروسوفت الجديدة. هلا هدول الابليكيشن البيلد ان اللي نازلة بالمايكروسوفت، المايكروسوفت اي ليرنينج، السكايبي، سكاي درايف، الفوتو تيبس. هلا فينا اذا هدول الابليكيشن ما بدنا اياهم نعمل رايت كليك ريسايز، فينا نعملها ريسايز اذا بدنا. بدك اياها سمول نعملها سمول. اوكي، دخلنا عليها بالغلط، حتى تفتح مش مشكلة. هذا الايكون هني مصممين للشاشة تاتش سكرين، عشان هيك بيفتحوا بهذه الطريقة. كنسل، حنطلع منها. اوكي كلوز. هل كيف نطلع من هاي الشاشة؟ مثلا نضغط على اليمين، نرجع ندخل ستار، نضغط على اليمين فوق على نرجع نضغط ستار. اذا بدنا نشيل الوزر ابلكيشن رايت كليك نقول ان انستول، ان انستول، وبيروح الويندوز بيشيل الابلكيشن. هلا كيف نعمل كاستمايز؟ في ابلكيشن مش موجوده، في ابلكيشن نضيفها، في ابلكيشن سهل نعمل ري ارينج، بس كليك على الايكون ونسحبه. بس في حال مثلا الايكون بدنا اياه نكبره مثل الكاميرا، نعمل رايت كليك نقول له ريسايز، نضغط على ريسايز نقول له بدنا اياها ميديوم. هذه اكثر شيء فينا نلعب بهاي الايكون. هلا كيف ندخل على الديسكتوب نغير؟ وهن الابلكيشن الثانيه موجوده. في عندك هون السهم نزل تحت، نضغط عليه بيطلعنا الابلكيشن بهذه الطريقه، سورتنج باي بالالفابيتك. في عندك الابلكيشن ويندوز اكسسوارز الموجوده. نحن بدنا ننزل الستار منيو الكلاسيك. كيف ممكن ننزل ستار منيو كلاسيك؟ اوكي، نضغط على الويندوز، نفتح الانترنت اكسبلورر اللي هو، لانه الخاصية هذه مش موجودة عند المايكروسوفت، فمحتاجين نحن ننزل ثيرد بارتي تولز. فوت على جوجل، بسميه ستارت ايت. لما ننزل في عندك ستار ايت ستوك دوك، هذا حقه مصاري. ممكن ننزل فري. اذا نزلنا الفري فينا نحن يصير عندنا 2 ستار منيو، ستار منيو تابعة للويندوز وستار منيو التانية تابعة للابليكيشن. بس نضغط عليه get it now ومنزلها. في حالنا نحن هذا الكلاسيك فور فري، داونلود فور فري وخلاص. ستار ستوك لو جيتنج ناو، بتشوف الايكون هي نفس الايكون، هو سعره بس $4. يعني ممكن واحد يعني $4 يشتري وخلاص صار عنده كلاسيك منه. نحن بننزل ال 8.1، انا شوي نزلته. حندخل على الداونلود، هذا الستار كلاسيك، دبل كليك اللو ران اللو يس، نيكست اكسبت اللو نيكست، بس يخلص انستالاشن اللو فينيش. هل بيسألني بدك التول بار اون تاسك بار؟ بدك تحط التول بار على التاسك بار؟ اللو يس، فبتظهر معنا التول بار
الابليكيشن موجودة، نضغط عليها، هذه ستار مينيو تاع الكلاسيك. اوكي، مجرد ما ضغطنا عليها او حطينا الماوس عليها بيطلع لنا الكلاسيك مينيو زي ما كنا بنعرفها، الابليكيشن، الادمنستريشن تولز، سيستم، اكسسوارز، نفس الابليكيشن الموجوده ثيرد بارتي سوفت وير. يعني فينا يصير عندنا اثنين ستار منيو، اللي بيحب يستخدم الكلاسيك، والكلاسيك شوي يعني كويسة، ما فينا نقول سيئة، لأنه أحسن ما نحط الابليكيشن كل الابليكيشن اللي بدنا إياها على ستار منيو على الديسكتوب موجودة هون، نحط بس الفولدرز اللي احنا بدنا إياها، شورت كات للفولدرز، وبدنا ابليكيشن نضغط ستار، نشوف الابليكيشن اللي احنا حاطينه هون بالستار منيو عشان نقدر ندخل عليهم بسرعة. وهلا بدنا نشوف كيف بدنا نغير الستار منيو. بدنا نحن الويندوز لما يفتح الويندوز يفوت دغري على الديسكتوب، مش عاوزينه يفوت على هذه الشاشه، بدنا يفوت على الديسكتوب. نضغط رايت كليك البروبرتيز، نفوت على النافيجيشن، هون ستار سكرين، نقول when I sign in or close all app on the screen instead of star. When I sign in, show my desktop background on star. هادي مش عاوزين. Show star on display when using class logon. Okay. Show apps view automatically go star. هلا. Okay. When I sign. Okay. هادي لما نعمل login للويندوز. هنعمل وين نعمل login للويندوز. هنعمل sign out. هلا directly. هيروح لل الديسكتوب ابلكيشن، للديسكتوب هيظهر عندنا الديسكتوب مباشرة، هيك بيكون دايركتلي. مجرد ما دخلنا ستار بيطلع لنا الستار العادية. هلا في حال ان احنا ما بدنا ندخل على الستار هيدي، بدنا يدخل على الابلكيشن كليات الابلكيشن، اوكي نرجع نفوت على الديسكتوب، نقول رايت كليك بروبرتيز، فوت على النافيجيشن، shows the application automatically. هذه الابليكيشن نقول له اوكي، نرجع نعمل log off sign up، نرجع نعمل sign in، اوكي انا عملت sign in للابليكيشن الاساسيه، نعمل login. هلا بندخل على الديسكتوب مباشرة، مجرد ما ضغطنا ستار بتفوت مباشرة على الابليكيشن كلياتها sorting by name. طب في حال انا ما بدي اياها sorting by name، بدي اياها sorting directly by category، فينا نعمل sorting by category، by installed date، by most used، يعني في flexibility بالموضوع. في حال نحن بدنا ابلكيشن معينة وعارفين اسمه وندخل عليه بسرعة، مجرد نعمل ستار، نكتب بس ستار تايبنج، يعني نبلش نطبع مثل نفترض اي برنامج موجود، شو هو البرامج الموجودة مثلا، خلينا نشوف اي برامج نحن بدنا نجيبه. اوكي بدنا مثلا تاسك مانجر، مجرد ما كتبنا تاسك مانجر بدون نحن بس start typing وبيظهر عنا task manager، نضغط click اوكي بيظهر عنا task manager، show more details بيبين عنا task manager، وهيك خدنا first look على الويندوز 8 وفي start menu. وان شاء الله ان شاء الله بالحلقات القادمة هنتعرف على الويندوز 8 وكيف نستخدم الويندوز 8 ونشوف كل الفانكشن اللي فيه.